مرحبا بحضراتكم داخل الجامعة التكنولوجية في بني سويف، واحدة من ثلاث جامعات موجودة على مستوى مصر. واحدة منهم موجودة في القاهرة، الثانية في ويسنا محافظة المنوفية، والثالثة في الصعيد، هي موجودة في بني سويف. قلعة تعليمية جديدة بتخلق أمام الطلبة وتتيح أمامهم فرص تعليم ما كانتش موجودة قبل كده. برحب بالأستاذ الدكتور سيد عبد القادر، رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف. دكتور سيد، مساء الخير. أهلا وسهلا، سعداء بوجودنا معاكم. ده أنا اللي أسعد بتشريفكم لينا في جامعة بني سويف التكنولوجية. أهلا وسهلا. الله يخليك. فكرة الجامعة التكنولوجية أعتقد ده شيء فريد وجديد على التعليم الجامعي في مصر، فأرجو ندي للسادة المشاهدين كده خلفية عن الجامعة دي، وأكيد طبعاً نفس الشيء أو مقارب ليه موجود في الجامعة التكنولوجية في ويسنا، وطبعاً التالتة الموجودة في القاهرة. الجامعات التكنولوجية أنشأت بالقانون رقم 72 لسنة 2019، وده كان توجه القيادة السياسية في إنشاء تعليم تكنولوجي يخدم سوق العمل. وفي بني سويف فيها عندنا العديد من المناطق الصناعية، كثير من القطاعات الصناعية، وبالتالي كنا في أمس الحاجة لخريج يكون مواكب لسوق العمل ويقدر ينافس في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. فجاءت فكرة الجامعات التكنولوجية، وده زي ما قلت توجه القيادة السياسية، وتم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، واحدة في بني سويف، واحدة في القاهرة الجديدة، وواحدة في الدلتا في ويسنا. وده كان إنشاء الثلاث جامعات كان بيراعي دايما البيئة المحيطة والمؤسسات الصناعية اللي موجودة في المنطقة المحيطة. فاحنا عندنا في بني سويف في أكثر من 8 مناطق صناعية زي ما حضراتكم شايفين، مناطق صناعات ثقيلة، مناطق صناعات متوسطة، صناعات خفيفة، وفيها جميع القطاعات الصناعية. احنا شايفين نماذج حتى بالظبط كده، واللوحة هنا بتختصر الحقيقة حاجات كتير جدا. صحيح. يعني صحيح. فدي نماذج للمشروعات، هنلاقي في مصانع منتجات إلكترونية منزلية، حديد وصلب، سيراميك، أسمنت. ورق، أسمنت، مواد غذائية دوائية وكيماوية، والأقطان، وشركة غاز، ومكونات بناء، وطوب، وعزل حراري، وضرفلة، وفي حاجة ما شاء الله عظيمة. يعني علاوة على توجه الدولة في إنشاء أو استصلاح عدد حوالي أكثر من 65 ألف فدان. هيبقوا صوبات زراعية موجودة في بني سويف. تمام. برضو دي نفس الكلام، محتاجة تكنولوجيين ومحتاجة فنيين يقدروا ينفذوا التطبيقات الزراعية فيها. يعني الهدف من ده أقدر أفهم دكتور سيد ان اللوحه دي محطوطه هنا، وانا شفت اختها بالظبط موجوده باللغه الانجليزيه في الناحيه الثانيه، هل ده عشان الطالب يعرف بعد ما يخلص الدراسه هنا هو ده مستقبله اللي لازم يركز عليه؟ الجامعات التكنولوجيه منشاه بالاساس لخدمه القطاعات دي، واحنا عندنا مع معظم المصانع دي ومعظم المؤسسات الصناعيه اللي موجوده عندنا بروتوكولات معاهم للتدريب والتشغيل. فالطالب لما بيشوف الخريطة الصناعية اللي موجودة في بني سويف وخارج بني سويف، على فكرة برضو بنديله توجه عام لإيه المناطق الصناعية اللي في الفيوم، اللي في الجيزة، اللي في المنيا. أنا عرفت إن الطلبة النهاردة في الفيوم عندهم بالزبط. تدريب إحنا عندنا التدريب ده موجود في المجمع التكنولوجي بالفيوم، وده طبقا للمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي تم انضمام هذا المجمع إلى جامعة بني سويف التكنولوجية، على أساس إن هو بيضم العديد من الورش التطبيقية للطلاب، سواء كان في مجال الميكاترونيك أو في مجال الأوتوترونيك أو في مجال الآي سي تي. وفي نفس الوقت الطالب ميكاترونيكس الميكاترونيك والأوتوترونيك اللي هو سيارات، والآي سي تي تكنولوجيا المعلومات. دول الثلاث أقسام اللي في الجامعة التكنولوجية. احنا عندنا أربع أقسام، في كمان قسم الطاقة الجديدة والمتجددة. الطاقة الجديدة والمتجددة بالظبط. ففكرة الجامعات التكنولوجية مبنية على البراكتيكال سكيلز اللي هي التطبيقات او مهارات الفنيه اللي الطالب بيكتسبها نتيجه للحاجات اللي بياخدها في الورش عندنا، وفي نفس الوقت في المصانع. فهو من دي وان هو بيتعامل مع المصانع ومحتك بالمصانع، وبصراحه في عندنا في بني سويف تعاون تام من المصانع مع الطلاب، وفي السنه اللي فاتت كان فعلا فيه الزيارات للعديد وتدريبات للعديد مع العديد من المصانع، وده كان ساعد الطلبة كتير على تقبل الفكرة والاقتناع بيها، والطالب عنده مهارة قوية يقدر ينافس بيها في سوق العمل.